تعالوا نروح نشوف معاكم برضو أخبار النادي الأهلي لكن من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الخطيب يلتقي فرق السلة بعد الفوز ببطولتي المرتبط رجال وسيدات. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية. بوابة أخبار اليوم: فقرة فنية في مران الأهلي. بوابة الأهرام: وليد سليمان جاهز لمواجهة الأهلي والداخلية. الشروق: فقرة ترفيهية في تدريبات الأهلي استعدادا للداخلية. اليوم السابع: الجهاز الفني للأهلي يدرس الدفع بعلي معلول في مواجهة الداخلية. سوبر كورة: إسلام محارب جاهز مع الأهلي لمواجهة الداخلية. الأهلي.com: الأهلي يطرح تذاكر مباراة الداخلية للجماهير إلكترونيا. الشروق: سلوفيني ماركوفيتش مدرب ليد الأهلي.